لا لا ماشي. الله من اكبر بخاطرك يا مازن. قبر النبيين وقبر المرسلين. حطيت السكر كله، حطيت السكر، راح تسلم بقى. بس ما شايفين ان هم لما تشربيهم يعني في نص كوباية، راح تسلم مشكلتهم هم. انا مصحى الدور بقى، بقى ان شاء الله من عشان احنا كده وحش بقى كرنب بقى. الحلة دي بتاعتك طبعا كده زي ما كنت عامله المرة اللي فاتت، والحلة التانية شفتي كنت حاشي قد ايه؟ ما كنت بقول حاشي الكرنب كلها، انا قلت لا على قد الوجبة بس. واشوح لحمة ووحش بقى ولا ايه؟ كرنب بقى وفيه شوربة كتير، عاملة لحمة في الكبسة بقى على ما كنا فيه. انا حطيتها في شوربة عشان ما تعرف تاكل منها، تفضل الشوربة بقى زود منها ان شاء الله. لما شفت الكعبي حليم بقى حالي، ولا ولا بغير حالي من حالي إلى حالي. أني وبابي ومامي تعالي يا مامي شوفي الكعبة تعالي، يا بابي في الفردوس الأعلى الله الله على الكعبي. والله والله لما شفت الكعبي حالي حالي ما بقى حالي، حالي حالي اتغير من حالي إلى حالي. ومامي وبابي تعالي يا مامي تعالي شوفي الكعبي تعالي تعالي تعالي. على باب الملتزم، على باب الملتزم الله الله على باب الملتزم. وتحت المذاب، وتحت المذاب الله الله على باب الملتزمين. وبابي باب الملتزم تعالي ألزم نفسك وتعالي، في باب الملتزم ألزم نفسك بباب الملتزم يا مامي تعالي. والحجر الأسعد تعالي بوسي تعالي تعالي، واحضني تعالي تعالي يا مامي تعالي. وحجري إسماعيل، وحجري إسماعيل صلي ركعتين يا مامي يا مامي تعالي. والله الله على المذابي يذهب الذنوب تعالي 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 يا مامي وبابي تعالي.